السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي النساتيزات. هذا الفيديو ان شاء الله حنديرها لكم الناس اللي كيراني نضرب طلة في الكومنتير نصب بزاف الهضره على تنظيم الوقت. شوفوا اول حاجه باه تكون النصائح نتاعي باش تكون ضميري مهني. انا انسانه نضيع الوقت بزاف للان باه نضرب ندخل نقرا مسكن نطول وباه نقول لكم نحكم امبلوا دو طون تبعو 100% جامي درتها. هذه باه نكونوا صريحين مع بعضنا باه ما نجيش كاذب عليكم. انا ندير برامج ندير اهداف وخطط. انا نعتبر الخطه نتاعي ناجحه كي نخدم بها الى 50%، لان احنا مرات كي نخدموا خطه وهذه فيديو شتها وصح عنده الصح بزاف بزاف بزاف. حنايا كي نخدموا على اساس احنا اكثر شخص انتاجي في هذا الدنيا، لا احنا لازم نخدموا على اساس احنا اكثر شخص خامل في الدنيا. كيما انا البارح درت بلي نقرا درس ونكتبو ونلخصو ونص درس واحد اخر ونراجع زوج دروس، فالتالي قريت برك الدرس، والدرس الزوج اللي كنت حابه ندير منه نص ما درتوش، وزوج دروس الاخرين ما درتهمش لاني عشيت مريضه البارح. الحمد لله راني اليوم راني الحمد لله راني خير شويه، لكن نهار خمسة ومازالني ما قريتش حاجه كبيره. وش هي الحاجه اللي حبيت ننصحكم بها سورتو طلاب البكالوريا؟ عام الباك كنت خير شويه من هذا العام، نضيع وقتي بصح كنت خير من راني هاد العوام. لكن الواحد بمشيئة الله وان شاء الله يا ربي نلحقه، ولو رانا نتكركرو بصح ان شاء الله ربي يوفقنا ويقدرنا وننجحو. ندخلو ديريكت في الصميم. شوفوا نتمنى انكم ترفدوا ورقه وستيلو باه ما ضلوش تضلوا تعاودوا في الفيديو وتعاودوا باه ما تضيعوش وقتكم. هذا ما كان لانه وقتكم ثمين بزاف. الورقه نتاعك ترفدها تقسمها الى جزء صغير وجزء كبير. الناس تحب تكتب بالعرض وكاين الناس تحب تكتب بالطول. انا نحب نرفد الورقه بالطول، يعني المستطيل تكون بالطول. انا راني نشوف فيها الورقه راها طويله، نقسمها نرفد زعما هكا غير طرف صغير، نكتب فيه الايام الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه والسبت، ونديرهم هذوما اعمده ما نديرهمش بالخطوط، نديرهم اعمده. هذه العفسه اللي نحب نديرها انا، وكاين الناس تحب تخدم بالعرض. دبر راسكم كل واحد وكيش يحب. عندي هذو احد اثنين ثلاثاء الاربعاء الخميس. كل يوم نتايا راك تلميذ مازال كاع ما بديتش تحضر، ولا راك تحضر بوتيره بطيئه، ولا لحقوك الاختبارات فوت وما جبتش نقاط ملاح، ولا ما عجبتكش الخدمه نتاعك، ولا صبت روحك راك روطار، ولا راك خايف. هذا دروك رانا ورقه فيها الايام تاع الاسبوع على شكل اعمده فارغه. تقدر من بعد كي نزيدو نطورو في الفيديو نزيدو نوسعو ونزيدو ندقو، وقادر حتى نولو نرفدو الورقة بالعرض. حنا درك رانا نحوسو نرفدو ورقة تاع كراس بالطول باه نديرو جدول سامبل ما فيهش تكسار الراس بزاف. واش حنديرو؟ نرفدو الأعمدة نتاوعنا نقسموهم في النص. الضو راهي راح ولا يخلع فيا. نقسموهم في النص، ثم كل عمود حنديرو فيه مربعين. هاد المربعين المستطيلين في الصح هما المادتين اللي حتقراهم. المستطيل الكبير ولا العمود الكبير هو نهارك، تقسمه في النص. هذا النص يكون الغداء ولا القهوة تاع العشية، كل واحد وقته وقته. هذا بلوس استعمال زمن للأحرار وللناس اللي راه حابه تخلف تاخر تاعها في العطله، لانه في العطله ما عندك والو. والناس اللي هذا وين بدات معليش اعفسوا لروحتكم وقراو في العطله لانكم كنتو تلعبوا. هذه درك ملي دخلتو نتوما تلعبوا. كيما قلت لكم نتايا درك يولي سما عندك مادتين في النهار. نعطيكم على سبيل المثال نفهمكم كيفاه. نتايا المواد الاساسيه نتاعك حتقراهم جوج مرات في السمانه، الا ماده واحده من اختيارك، يا اما الماده اللي عليها معامل كبير، ولا الماده اللي نتايا ناقص فيها بزاف تقراها ثلاث مرات في السمانه. ودك فهمكم كيفاه وبلاك كاع نصور لكم حد سكاتش ولا ما نعرفش نقول له هذايا اللي درته. عندك نعطي مثال للشعب علمية بين قوسين، انا كنت علمية واعتذر لاصحاب الشعب الاخرى. دايما ما نعطيش امثلة بالمواد نتاعكم، لكن نتوما حاولوا كيف تطابقوا مع المواد نتاعكم. مرانيش نستحقر الشعب نتاعكم بصح ما دوش انا نعرف، سمحوا لي. مثلا انا درت لحد الصباح تقرأ رياضيات
وبعد الظهر، بعد الظهر عربية، ما حدد لك لا وقت لا مدة لا عدد ساعات لا عدد تمارين لا حتى حاجة. عندك رياضيات بالحد الصباح، العشية مور الفطور عربية، 2 الصباح إسلامية، العشية رياضيات، 3 الصباح فيزياء، العشية تاريخ، 4 الصباح جغرافيا، 4 العشية علوم، 5 الصباح علوم، 5 العشية فلسفة، الجمعة الصباح فرنسية، وجمعة العشية فيزياء، والسبت الصباح مادة من اختيارك من المواد الأساسية. أنا كنت دايما ندير الرياضيات، يعني نزيد فيها بزاف لأن ما كنتش ندير دروس خصوصية، وكل واحد ويشوف، كاين اللي حاب يزيد في الفيزياء، كاين اللي حاب يزيد في العلوم في الرياضيات، كاين اللي حاب يزيد في مواد أدبية. هاد الخانة اختيار تاعك الشخصي. والعشية درت إنجليزية، باهي جونا المواد الأدبية كامل مرة مرة مرة، والمواد العلمية الأساسية مرتين مرتين مرتين، ومادة زيادة هذه خانة بونوس. تحب ما تدير حتى مادة، عندك السبت العشية راحة. هذه هي من جهة. هادو الناس اللي راهم في التسويف بزاف، ما يقراوش كاع، ما يديروا والو، ما يخدموا والو، مازال ما بداوش، مازال ما يديروا والو. هاد نوعية التعليقات السلبية اللي بين قوسين سمحوا لي بصح يفشلوا كي تقراهم. هذا برنامج ليكم، برنامج فضفاض، يعني نتايا بين قوسين سلحفات، ما تقرا ما دير والو. هذا هو المبدا نتاع ديك لا فيديو اللي تفرجت هذاك النهار. وحقيقه شحال ما تصغر قائمه المهام تخطر تخدم اكثر وتكون انتاجي اكثر. هذا هو المبدا. هذا فيما يخص الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني واش حيصرى؟ نعاودو نرسمو جدول واحد اخر. واش حنديرو في هذا الجدول؟ نعاودو نقسمو الايام تاعنا كيف كيف، الاحد الاثنين ثلاثاء اربعاء خميس الجمعة والسبت. هاد المرة واش نديرو؟ نقسموه على 3. هنا تدخل اللمسة الخاصة نتاعكم. عندك امرين، يتقرا 2 مواد في النهار، يتقرا 3 مواد في النهار. لكن عندك الصباح، هذيك الصباح دوك تولي محصورة، وفي الوسط تولي محصورة، ومراها تولي محصورة. هذيك الصباح مثال من 8 ل 12، هذيك هي الفترة. مراها عندك من 1 ل 5، هي الفترة الثانية. الفترة الثالثة من 7 ل 10 تاع الليل ولا ل 11 تاع الليل. هذه هي الفترات نتاع النهار، وعندك من 11 ل 12 وقت ليك تريح تفرج. مهم ما تفوتش 12 كي تجي ترقد، باه من 12 ل 7 تكون راقد 7 سوايع، 7 سوايع ونص، نص ساعة هكاك الصباح، باه توجد روحك وتتقهوى وتبدا تقرا 8. لازم تعصر شوية روحتكم في الانتظام هذايا. انت ما حاش تقرا 8 سوايع، بلوتو ما حاش تقرا 4 سوايع من 8 ل 12 باينة. حتقسم في الوسط، حدير الراحة، حدير واش ما تحب، كيش ما تحب تقرا. ماشي هذا هو المبتغى نتاعي في هذا الفيديو، اني حابة نوري لكم بالي باه تكون منظم وتقرا بزاف. ماشي لازم تكون انجيني ولا مخ في تنظيم الوقت، قادر بلا حتى حاجة، حتى مقاييس، حتى حدود تقرا باش ما تزيدوش ديروا تنظيم الوقت سبب يمنعكم من الدراسة. انا وحدة اكون فرغت مخي وما بقيش نخمم في تنظيم الوقت بزاف، كراني قريت كتر. هذه حاجة غاضتني بزاف وندمت عليها بزاف في الباك. عباها ولي دروك نحدد برك درس ولا مادة ونقرأ وش ما قديت في هذيك المدة اللي هي نهار. شو موليناش نقرأ في ظرف ساعة ولا نقرأ في ظرف نهار. تحب تحدد وش حتقرأ ولا ما تحددش. انت يرى عندك فترة حتقرأ فيها رياضيات، مثال اليوم الاول الصباح تقرا الرياضيات، في هذيك الفتره قري الدرس، حلي التمرين، حلي الداله، حلي موضوع بكالوريا، انت حر. هنايا انا ما ندخلش في هذه الخصوصيات، لانه دوك نتايا راك تقول بلي راك في خمول تام. الاسبوع الاول تسيت اقلم روحك مع القرايه. نتوما شوفوا كاين حاجه لازم تكونوا متيقنين تيقن تام منها، هو انه نتايا كي تكون ماشي تقرا، اعرف بلي كي تكون بادي راك عادة خارج من الخمول والتسويف وكلش، ما حاش تكون اكثر انسان انتاجي في هذه الدنيا. ويخصك على الاقل 4 ايام ولا 5 باه تترود او تسوالف تقرا وتولي تقرا بلا ما تبذل جهد كبير.
تسمى ما لازمش تضغطوا على روحتكم بزاف في الايام الاولى وفي الاسبوع الاول ككل. تقدروا حتى تدو هذاك النص نهار اللي هيصح لكم تاع راحه، تقدروا تدوه في وسط الاسبوع بعد تريحوا، لكن اعرفوا بلي لازم كي تدو راحه تدو راحه محدوده، ماشي ديت نص نهار راحه بديت تفرج لي مسلسل وتبقى مكمل به كاع السمانه وما تفرج والو ما تقرا والو في العطله. نتايا دروك كنت راحه ملي بدا العام حتى دروك، ولا كنت شاغله روحك بالتقلق وبالستريس ملي بدا العام، ماشي دروك زيد ضيع حتى العطله اللي هي فرصه من ذهب باش تلحق صحابك بلاك تفوتهم تولي خير منهم. قلت لكم في الاسبوع الثاني لا بغى راكم في العطله ولا هد راكم احرار، الاحرار يقدروا يطبقوهم من درك، والنظاميين في العطله ان شاء الله تقدروا تبداو دروك تاع مادتين وتزيدوا 3 مواد في الاسبوع الاول تاع العطله، وبلتو 3 فترات في الاسبوع تاع العطله، وتبقاو تزيدوا في العدد الساعي بشويه، كل سمانه تزيدوا في العدد الساعي، كل 3 ايام 4 تزيدوا في العدد الساعي حتى توليو تقراو حتى 10 ساعات نورمال ما فيها حتى اشكال ولا ماشي مليح تكثر على روحك. نهار تقرا 10، نهار تقرا 6، نهار تقرا 8، باه ما تكثرش بزاف على روحك وما تهلكش روحك بزاف. المهم انا دروكا راني كاتبه واحد بالتقريب يعني جدول توقيت بالتقريب، يعني انا حبيت نكتب لكم هذا للناس اللي فريمون ما حابه لا تبدا لا تخمم لا تكسر راسها، وخليت لكم مساحه فراغ تاع ماده في الاسبوع ودرت لكم مساحه راحه، يعني تقدروا ديروها راحه كما تقدروا ديروها فراغ، كل واحد واش يحب. لي راه فريمون متاخر ما يديرش راحه يريح من بعد يدير النهار، كل اسبوع كل اسبوعين مكتفين يدير نهار راحه ويسي يتحكم في نفسه يعني. ودرك انا درت لكم جدول توقيت اسبوعين تاع العطله، يعني كل واحد يسي يخلف تاخر تاعو. درك نتايا راك عندك في بالك عندي نص نهار نوض 8 نوض 7 نبدا نقرا 8 حتى 12، عندي هاد المده كومبلي رياضيات بالحد. نتايا صاي ما تبقى تخمم عندي من 8 ل 9 لا من 10 لا لا، عندي ملي نحل عينيا نتقهوى نبدل نبدا نقرا رياضيات حتى الوقت الفطور، نفطر نصلي نقرا شويه قران ولا نسمع شويه قران تهدئه الاعصاب والحاله النفسيه وكلش، نفوتو نشربو قهوه الا كنتو مستيلين نعس بزاف مور الفطور سيو ما تقلوش الماكله بزاف. وعندي نقول بلي عندي عشيتي كامل عربية، كي نعيا ونحس مخي صايمر ويرفد والو نفوت نقلبها مواضيع شوية بون مور المواضيع كي تحس روحك صاي راك ساتيوري ماكش ترفد كامل صاي، تقدر تحبس على 7 تقدر تحبس على 6 بون سيو على الأقل 4 سوايع تديرو ديلي زعما من 2 حتى 8 مثال بركة، من 2 ل 6 ولا من 2 ل 8 عندك هذه مساحة راك مساحة عمل، 8 وقت العشاء تتعشى تصلي العشاء، عندك من 8 حتى 10:30 ل 11 ماكسيموم لعب تفراج راحة تريح صاي تخوي مخك على بها سيي تفرض على روحك الانضباط، هذه أصعب حاجة الانضباط ثم الانضباط ثم الانضباط. في حياتي واحد السمانة في الباك، ماشي في حياتي في الباك بون في حياتي في الباك واحد السمانة كنت منضبطة، كنقول نقرأ هاد المدة ماشي معناها العدد الساعي لكن نقرأ هاد المادة من هاد الوقت الفلاني هاد الوقت الفلاني، ما عنديش الحق نلعب لا بغى ندور في وقت الراحة في هذيك الحصة نروح ندور شويه في الدار نشوف شويه في الطاقه عفسه كيما هكا باه نريح مخي ومن بعد نولي نقرا. كي كنت نكمل على 7:30 ولا 8 نبقى غير نتفرج ندور نقصر نلعب حتى 10:30 ندخل بلاستي ونرقد. هادوك من اجمل ايام حياتي ومن اكثر الايام انتاجيه على بها، لازم تسيي وتضغطوا شويه على روحتكم. وكما قلت لكم العدد الساعي لا تبالوا به بزاف في السمانه الاولى، لكن السمانه اللي جات تقدروا تبداو تحسبوا شويه، لكن الا بديتوا تحسبوا من اول اسبوعين في التحضير سيرتو الطلبه الاحرار دوك تهبلوا، حاولوا انكم ما ديروش اهميه كبيره للساعه في الاول حتى تقدموا شويه في التحضير تاعكم باه توليو تعطوا لها اهميه للتوقيت والساعه وكلش. دوك انا راني دايره ورقه صح بغويون ماشي حاجه مكتوبه مليح، لكن كتبت لكم فيها التوقيت تاع الاسبوع الاول والاسبوع الثاني
الاسبوع الثاني كما قلت لكم توليو تقسموا نهاركم على زوج، تولي عندكم بلوتو على ثلاثة، يولي عندكم ثلاث توقيتات من 8 ل 12، من 1 ل 5، من 7 ل 11. هذا يا في الاسبوع الثاني دوك يولي عندكم ثلاث اوقات. دوك الوقت في هذه الحالة يبقى لكم الوقت الاول والثاني هو تاع الاسبوع الاولاني، الوقت الثالث حتزيدو سمحت نقصو نوعا ما من الوقت الزوج، خاش الوقت الزوج راهو بالتقريب يكمل عند الستة، دوك نتوما تردوه يكمل عند الخمسة، ومن ستة لسبعة تولي تقراو حاجة واحدة اخرى. هي بين قوسين انا مدابية كنت قراو بزاف من الاول، لكن كاين ناس فغيمون عندها تثبيط عميق فغيمون ما يقدروش يقراو، ولا رابطين روحهم بزاف بالوقت وتخمم ما يقدروش يقراو. اسمع على الاقل لحقوا سبع سوايع بزاف، على الاقل لحقوا ست سوايع قراية في النهار تحسوا بالانتاجية شوية. بعد لازم تحبسوا ما تشوفوا الوقت، هو هوس كبير كان عندي انا بعد واحدة. الاهم هو مش انك تقرا سبع سوايع، لكن قادر تقرا اربع دروس في اي ثلاث سوايع، قادر تقرا فيها اكثر من اللي تقرا في 8 سوايع وانت مطول وتفرج وتدور وعقلك مشغول وسايه اي وكلش. هذه هي حبيت نمد لكم هكا جدول خفيف، ما نكذبش عليكم نقول لكم بلي كتبتو مليح وكلش، كتبتو غير القلم الرصاص. دوك نصورو ونحطوه لكم في نهايه الفيديو باه تجيكم منظمه شويه، باش تجيكم فكره مرئيه ماشي غير في الهواء. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا وتكون عجبتكم هاد لا فيديو. ان شاء الله هاد لا فيديو ما كانش ثقيل عليكم، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا ولو قليلا، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ولا وصلتوا هاد اللقطات على فيديو كيما موالف ديروا لنا هذوك الفواكه في لي كومونتير باه نعرف، ولا كش ما عندكم اراء ولا افكار زيدوهم لنا ماذا بيكم في لي كومونتير. ونشكر جميع الناس اللي راهم كيكش واحد يسقسي يجاوبوا في بلاصتي، لاني صح نعتذر منكم بزاف بزاف بزاف، هي صراحه حرام عليا مانيش نرد، لكن والله راه عندي اختبار هذا الاسبوع بالذات، صاي ولات هذا الاسبوع راني ناويه نعاونكم بزاف ونسقم لكم هذاك الملف في الدرايف اللي نخدم لكم فيه، في المصادر، في لي فيديو، في لي بلاي ليست، ان شاء الله نولي نحط فيه حتى الملخصات والدروس. ان شاء الله ربي يعطيني القوه والصبر ويوفقني في الاختبار نكون مليحه ان شاء الله، ونعاونكم باقصى ما عندي ونحاولوا نتقدموا ونتطوروا. ان شاء الله ربي يوفقكم، ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم. وشكرا على المشاهده، نتلاقاو في الفيديو المقبله ان شاء الله، بقاو على خير.